كانوا في المجموعات في لقاءات دوري الأبطال. هو دي شخصية البطل، شخصية البطل مانزوكيتش. كلاكيت تاني مرة في هذه الكرة وهذه اللقطة. بص شوف مانزوكيتش اللي بيسجل هنا في هذا التوقيت. أي سيناريو، أي روعة، أي متعة، أي صدمة هنا في مدرجات سانتياغو برنابيو. الكرواتي مانزوكيتش، بص شوف مانزوكيتش، شوف العرضية.